واليوم خاصك تعرف باللي الاصلاح ماليه مصرين مهما كلف الثمن، لانه ماشي الامور غادي تتعالج بهذه الطريقه هذه وما غينفعش. اللي قال السيد عيدي عقل لك الى طول الله العمر ديال هذه الحكومه ولا ديال هذا المجلس، حتى هو الاعمار بيد الله. الاعمار بيد الله. الى استمرينا غنستمروا في محاربه الفساد، في محاوله الاصلاح. وان هذا الشيء بكل صراحه الاخوان ماشي سهل، وهذا ما عرف دابا اش غنسميوهم، بقيتو كتحيدوا لنا المصطلحات، فهمتي ولا لا؟ هاد العفاريت عفاريت حقيقة حقيقة حقيقة. نعم، واكلين الغابات